نهائي. حضرتك قلت انا لسه ما كملتش. ايوه قرار بقاله كام سنه؟ من 2012. اي مر عليه 5 سنوات. اي حق الصيدله هو 5%؟ ايوه حسب قرار وزير الصحه. اذا احنا دلوقتي بنقول للشركات انتوا خدتوا زياده وانتوا اساسا حتى زياده جت عشوائيه وجت خاطئه، لم نكن نوافق عليها. لان المريض المصري هل يعقل ان يزاد عشوائي قرار وزير رئيس وزراء لم يحدث منذ 30 عاما في تاريخ الدواء ان يصدر معمم؟ ان اقول الدواء تحت 30 جنيه 20%، تحت ال 10 جنيهات 2 جنيه لم يصدر في قرار في, في 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 تاريخ الدواء. ولهذا حدثت اخطاء به. كان المفروض ان يصدر من الاداره المركزيه باصناف الدواء كما يحدث قديما، بكل صنف خاسر وتكلفته والربحيه بتاعته وسعر الماده الخام وتكلفه تصنيعه، ويرفع بعد ذلك للوزير الصحه ثم رئيس الوزراء، وليس العكس. وليس العكس اداريا مفروض من الاداره المختصه المنوط بها التسعير والتسجيل والتي بها جميع الملفات التي مرخص بها الدواء والتي بها سعر الماده الخام منذ دخولها من الميناء حتى وصولها للمصنع وتكلفه التصنيع، اي تعلم كل شيء عن كل صنف ولها داتا وكل صنف له داتا. اذا لماذا لم تخرج قوائم واضحه؟ لماذا حدث التخبط في قرار 32؟ طب التعميم ده من وجهه نظرك سببه ايه؟ التعميم ده عشوائي. وطبعا غرفه الصناعه يعني انا كلهم يعني شركات، ولكن نقول التسعير عشوائي ليس صحيحا ولم يحدث في دوله في جميع انحاء العالم ان التسعير يكون لكل صنف وبعد انتهاء باصناف بعد انتهاء مده احتكارها يعود تنزل سعرها، حيث ان الشركات عوضت الابحاث وبالتالي سعر الماده الخام ينخفض. مثل السوفالدي كان 900 جنيه ثم نزل 200 جنيه والشركات تورده الحكومه 70 جنيه وكاسبه. اذا لابد ان تكون منظومه التسعير عادله، لجنه التسعير عادله. طيب. تخفض الاصناف الغاليه التي مضى مده احتكارها ثم الاصناف الخاسره لا نمانع ان تعدل اسعارها ولكن ليس بطريقه عشوائيه. طيب مشكلتنا كانت اروح للدكتور سعد اسمع وجهه نظره بناء على طرح الدكتور جميل. الشركات هي الجاني في هذه القصه. السلام عليكم اولا. وعليكم السلام. طبعا انا مبسوط ان انا قاعد مع دكتور جميل، انا من الاصوات العاقله بصراحه اللي موجوده في الساحه يعني، ونتمنى ان احنا نكون بنحاول نوصل لحلول تجمع. اتفضل. ما تفرقش يعني. انا بشكر دكتور جميل لانه وضح الامور، ودي طبيعته على فكره، راجل دايما واضح ودغري. الراجل وضح الامور ان المشكله موضوع الغلق، يا معني في حقوق للصيادله والشعبه العامه على فكره بتتفق 1000000% مع الماده ده. كويس. في حقوق فعلا للصيادله. بس احنا مختلفين بس في حته صغيره، معظم كل المواسير دكتور جميل ما فيش فيه مشكله ولا خلاف. غير نقطه واحده بس من وسط نقاط كتيره جدا، وهي خلاف وجهات النظر وليس خلاف في 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 على الاشخاص او على الاحداث. مفهوم. وجهه النظر بتاعتنا بتقول ان احنا يا جماعه ما ينفعش عندنا مظلمه مع حد معين، ما ينفعش نروح ناخد حقنا من حد تاني ملوش علاقه بالموضوع اللي هو المريض. يعني انا النهارده عندي مظلمه وده حقيقي. انت فعلا متفق على مظلومية الصيدلي؟ طبعا ده طبيعي. وعلى فكره الشعبه دي وجهه نظرها ان في فعلا في مشكله للصيدلي. كويس. مش قادر يعيش، بيعاني، دي حقيقه. وفعلا في ناس بتقفل بسبب الخسائر، دي حقيقه. وده بيضر على فكره بالمنظومه برضو الصحيه لان جزء لا يتجزا منها. اكيد. لكن خلافنا ان احنا بالظبط، همثلها لك يا استاذ تامر بمثال صغير قوي. احنا دكاتره اطباء شغالين في مستشفى، مدير المستشفى نزل قرار يظلمنا جميعا. جميل. في مريض في العمليات، اطباء قالوا احنا مش هنعمل العمليه، احنا غير لما رئيس المستشفى يغير ال بعض الاطباء اللي هم بيمثلوا وجهه نظرنا قالوا يا جماعه ما ينفعش، لازم نعمل عمليه للمريض ونقعد نشوف امورنا ومشاكلنا مع مدير المستشفى. تمام. دي وجهه النظر. كويس. انت ضد فكره الاغلاق لان ده طبعا يؤثر على، انا باخد حقي من اللي مالوش ذنب في الموضوع. هو ايه علاقه المريض بالموضوع؟ انت كده بتقول له انا هضغط عليك عشان تضغط على اللي خد مني حقي، لكن احنا مع الحق نفسه وشغالين عليه. على فكره في امور ايجابيه اتعملت برضو بالتعاون مع اعضاء من النقابه، قعدنا واشتغلنا على الاكسباير مثلا، هي المواد المنتجات المنتهيه الصلاحيه، وخدنا فيها الحمد لله مع الشركات المصنعه ومع الموزعين، وطلع في اتفاق واضح وجميل جدا وهيفيد الصيدلي جدا ان شاء الله. كان المفروض يطبق في يناير على فكره، بس اتاخر طبعا الاسباب اللي موجوده على الساحه دلوقتي، وتوقعنا ربنا يكرمنا النهارده نفعله في فبراير. خطوات ايجابيه بنحاول نساعد الصيدلي، لكن اوعى ابدا تلمس المريض. دي وجهه نظرنا على فكره، لا نختلف.